وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم يوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب إن يكون منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء منهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك لأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين أهلت منهم ثم ينقلون أهله في كل مرض وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الأرض بشر ممن خلفهم وأنهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وإن دونه ما استطعتم من قوات ومن رباط القلب ترهبون به أدعو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجتازها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدون أن يخلعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم
يشعرون ما